وهو ده اللي بنتكلم عليه ان شاء الله، البرونزيه الرابعه في تاريخ النادي الاهلي. هو ده الهدف وهو ده التارجت دلوقتي لكل اللاعبين وللجهاز الفني. خلاص قفلنا صفحه المباراه امام فلومينينسي، لكن زعل، في زعل بس ده على مستوى الجماهير. اللعيبه لازم كمان تتعلم، وده مهم جدا. الغضب والزعل بتاعك ده لازم ينعكس ايجابيا على المباراه اللي بعديها. يعني في لازم صح. يكون عندك هذه الشخصيه يا اسلام، صح. انك الزعل والغل اللي موجود قدامك ده لازم نشوفه في الملعب. ده بقى بعيدا عن الخطه وبعيدا عن الاداء لا، لازم نحس الغل اللي جوانا والزعل اللي جوانا لازم ان شاء الله يترجم المباراه اللي جايه، علشان كمان هتكتب تاريخ. يعني احنا بنتكلم رابع برونزيه في كاس العالم، هذا الجيل كمان يستحقه. خلي بالك، خلي بالك الجيل ده لعب 2 كاس عالم في سنه واحده. يعني في شهر 2 اللي فات كان في كاس عالم صح. للانديه، وقبل ما تنتهي السنه موجود كاس عالم للانديه. وبالتالي هو ده التارجت وده الهدف، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق لفرقتنا. يعني كلمه حلوه قوي حضرتك قلتها دلوقتي يا كابتن، وعشان يعني احنا عارفين الكلام ده او شفناه عملي، انه عايزين نشوف التعب والزعل اللي بنسمعه من اللعيبه ان هم زعلانين ومتضايقين وكده، عايزين نشوفه في ملعب المباراه. ده حقيقي، ده حقيقي. دي هي الكلمه الرئيسيه في حلقه النهارده وفي حلقات اليومين الثلاثه اللي جايين دول لغايه يوم الجمعه، لغايه يوم المباراه، لانه عايزين نشوف الزعل نشوفه في الملعب، ان احنا ايه، ان احنا نكسب اوراوا. صح، مظبوط. هو ده اللي انا عايز اشوفه بصراحه. بالزبط. يعني بالزبط. وبعد كده احنا كده كده لعيبه النادي الاهلي دول هيفضلوا في عينينا كجمهور يعني، ومساندين وداعمين وكل حاجه حلوه، احنا بنحبكم جدا وكل حاجه، ولكن عايزين نشوف الزعل ده في الملعب بقى يوم الجمعه ان شاء الله. عايزين ننتظر هذه الطاقه المتفجره من الزعل ده يوم الجمعه في المباراه، وبعد كده هنبقى نكلمكم على مباريات السوبر. لسه داخلين مع معمعه ثانيه صحيح. النادي الاهلي الحقيقه بطولات كثيرة جدا جدا، وبيخرج من هنا يخش هنا. والحقيقة زي ما قلت، يمكن أنا بلتمس العذر الحقيقة للجهاز الفني وللاعبين، لأن أنا كنت لعيب عارف الكلام دوت. يعني أنا لما كنت بلعب، كنت بلعب كل أسبوع مباراة، أو يعني بالكثير قوي كل أسبوع مباراتين على مستوى حتى لو كان في الدوري الألماني. لكن إن أنت كم هذه المباريات في كم هذه البطولات، إحنا لينا الفخر إن إحنا عندنا النادي الأهلي لغاية دلوقتي شارك في 5 بطولات. صحيح. العذر ده على جنب تاني، ولكن احنا كمان منتظرين الافضل، ومنتظرين دايما العوده، ومنتظرين دايما زي ما انت بتقول يا اسلام تحويل هذا الغضب والزعل الى طاقه ايجابيه ان شاء الله يوم الجمعه، ونخش وان شاء الله ربنا يكرمنا برونزيه، هنقفل على كاس العالم ونخش على بطوله السوبر وهكذا. هنفرح وهنبسط وهنعمل لكم حفله وحاجه حلوه ولطيفه وكل حاجه، بس صدقوني تاني يوم هنقفل لانه عندنا كاس السوبر. بالظبط، كاس نخبه. فيعني فبالتالي هذه هي الحياه. انا بقول سلافي دايما اللي هو يعني. هي الدنيا كده يا جماعه. وهي الدنيا كده كمان يعني خلي بالك النادي الاهلي كمان في وضع خاص جدا. النادي الاهلي صحيح. هو الممثل الاكبر لمصر، الممثل الاكبر على مستوى سنوات كبيره جدا على مستوى افريقيا. هو يعني الداعم الكبير جدا لمنتخبات، سواء منتخبات ناشئين، شباب، اولمبي، منتخب اول. صحيح. فانت بتتكلم على منظومه كبيره جدا، بتتكلم على انجاز التعبير على شركه ليها اساس من سنوات ومن اجيال كبيره جدا جدا. وان شاء الله دي العجله دايره ان شاء الله، مش هتقف. العجله دايره وهتفضل دايره وهتفضل تقف، وهنفضل نكسب 70-80% من المباريات، وبعدين نخسر على ال10 اللي فاضلين في المية لما بنبقى وحشين، ونطلع نساند وندعم. هذه هي الحياة يا جماعة بالمناسبة. صحيح. لأنه هو جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء.